بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. ونبدأ هذه القراءة بالعناوين. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج الدفعة 157 من طلاب معهد ضباط الصف المعلمين. اجتماع اليوم بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير للتفاوض بشأن مسودة الإعلان الدستورية. رغم تعهد خامنئي بتقليص التزام طهران بالاتفاق النووي، ترامب يتحدث عن إحراز تقدم مع إيران. أهلا بكم من جديد. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج الدفعة 157 ضباط صف متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين بمدينة التل الكبير. وخلال هذا الاحتفال منح رئيس الجمهورية أوائل خريجي المعهد نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة، كما كرم أسرة الشهيد الرقيب أحمد محمد عبد العظيم وقدم لأسرته درعا تذكاريا تكريما لروحه. دماء جديدة تتدفق إلى شرايين القوات المسلحة لتزيدها قوة وعزما لمواصلة دورها الوطني في حماية مقدسات ومقدرات الشعب المصري، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل تخرج الدفعة 157 من طلاب معهد ضباط المعلمين دفعة الشهيد البطل الرقيب أحمد محمد عبد العظيم بمدينة التل الكبير بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار القادة العسكريين وأهالي الخريجين. وقد بدأ حفل التخرج بعرض لمهارات القتال المتلاحم والدفاع عن النفس، قدم خلاله الطلبة مجموعة من التمارين والأنشطة الرياضية المبتكرة والتي يتم التدريب عليها يوميا داخل المعهد لرفع اللياقة المهارية والبدنية التي تؤهلهم لتنفيذ مختلف المهام. كما قدم الطلبة عرضا لمهارات الاشتباك والدفاع عن النفس، تضمنت عددا من التمارين الأساسية والمتقدمة لرياضتي الكونغ فو والكاراتيه. واستعرض الطلبة مهاراتهم في اجتياز وعبور الموانع الثابتة والمتحركة متدرجة الصعوبة والصعود والنزول من الارتفاعات المختلفة وفنون القتال المتلاحم والسيطرة على الخصم، والتي أظهرت مدى الجرأة والإقدام والروح الهجومية التي تؤهلهم لتنفيذ جميع المهام تحت مختلف الظروف. مجموعة من الاشتباكات والتخلصات يتعرض لها الفرد المقاتل أثناء القتال المتلاحم. ومنح الرئيس السيسي خلال حفل تخريج الدفعة 157 من طلاب معهد ضباط الصف المعلمين الأوائل أنواط الواجب العسكري من الدرجة الثالثة. كما شهد الرئيس السيسي مراسم تسليم وتسلم القيادة. من جانبه قال اللواء أركان حرب هيثم السيد البدرشيني مدير معهد ضباط الصف المعلمين إن المعهد يعد إحدى منارات العسكرية المصرية، مؤكدا حرص القيادة على تطوير معهد ضباط الصف المعلمين وتوفير جميع الإمكانات العلمية والثقافية والبدنية لإعداد وتأهيل أجيال جديدة من المقاتلين ينخرطون في الحياة العسكرية بكل مهامها ومسؤولياتها، ويكون أحد العناصر المهمة في بناء القوة البشرية للقوات المسلحة لتظل درعا قويا يحمي الوطن وحصنا منيعا لشعبه العظيم. إن جيش مصر هو درع الوطن وسيفه على مر العصور، مهما بلغت التحديات والتضحيات، جيش يصون العرض ويحمي الأرض،
ويضحي في سبيله بفلذات أكباده شهداء لتظل رايته عالية خفاقة. كما قدم اللواء أركان حرب هيثم السيد البدرشيني مدير معهد ضباط الصف المعلمين كتاب الله هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم عزف سلام الشهيد خلال الحفل. وكرم الرئيس السيسي أسرة الشهيد البطل الرقيب أحمد محمد عبد العظيم الذي جاد بروحه في سبيل حماية الوطن خلال تصديه للإرهاب في سيناء ضمن العملية العسكرية الشاملة حق الشهيد. لا هننسى ولا هنتخلى عن أبناء وبنات شهداء مصر أبدا. الشهداء دول قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش. لما يبقى فيه 100 مليون في أمان وسلام، ده أمر ربنا وحده اللي هيكافي عليه. علاء رشوان، النيل. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مؤسسات الدولة على استمرار تقديم الدعم الكامل لأهالي شمال سيناء من خلال التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الجهات بالدولة. جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء تقريرا عن الخدمة المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال العملية الشاملة سيناء 2018 عن شهر مايو من عام 2019. يأتي هذا بهدف التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة والإعانات والمساعدات النقدية بخلاف توافر جميع السلع الغذائية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المختلفة في إطار المتابعة المستمرة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 25 يوليو الجاري. وأعلنت الوزارة أن الحد الأدنى للشعبة العلمية بلغت 398 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.7% فأكثر. أما الشعبة الهندسية فقد بلغت حوالي 359.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 95% فأكثر. أما الشعبة الأدبية فبلغت 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80% فأكثر. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة المعلومات الدولية، وأنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق. تواصل مديريات الأمن مشاركتها الفعالة في المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد، وذلك بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية. إلى ذلك تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي حاول تهريب مجموعة من الشباب من خلال عائمات صيد. شق بأحد العقارات تحت الإنشاء في منطقة كينج ماريوت بالإسكندرية آوت مهاجرين غير شرعيين. الواحد منهم يدفع بين 70 و80 ألف جنيه لتشكيل إجرامي منظم. أعرف واحد اسمه أبو جنات من محافظة كفر الشيخ، أعرفه من حوالي 3 سنين، اتصل عليه من فترة قريبة وقال لي أنه بيجهز لرحلة عن طريق البحر هجرة غير شرعية. قال لي لو في أي حد موجود عاوز يسافر خليه يتواصل معايا، وطلب مني أن أنا أجيب له شقة في كينج ماريوت عشان يخزن فيها شباب عشان يسفرهم بره عن طريق البحر. وقبل إلقاء هؤلاء في البحر كانت قد تأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني، وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وقطاع الأمن العام، ومديريات أمن الإسكندرية والبحيرة والدقهلية من إحباط محاولة تهريب المهاجرين غير الشرعيين. تم إحباط محاولة تهريب 27 مهاجر غير شرعي، وتم ضبط القائمين على عملية الهجرة غير الشرعية. يخطف البحر كثيرين ليستيقظوا من سراب على حقيقة مؤلمة أساسها هجرة غير شرعية لا خوف عليهم فيها، فالمتاجرة وتحقيق الثراء هو الهدف لدى التشكيلات الإجرامية المتخصصة في ذلك. ودي نقطة من نقط الإنزال بيتخذها المهربين، بأنه بينقل المهاجرين غير الشرعيين عن طريق زدائك مطاطية أو فلاك خشبية، وبينقلهم لمراكب الصيد
بتكون متواجدة في عرض البحر. وللحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تتضافر جهود أجهزة وزارة الداخلية كافة في البحث عن المتاجرين من ورائها والقبض عليهم. وفي إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية والتي تأتي تحت شعار كلنا واحد لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لعرض السلع الأساسية بتخفيضات تصل ل30%. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر وزارة الداخلية شن حملاتها لمراقبة الأسواق ومكافحة الغش التجاري والمتلاعبين بالدعم، حيث تم ضبط المدير المسؤول عن مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بالقليوبية لحيازته 12 طن مستلزمات إنتاج سكر وأرز تحت التعبئة، ونحو 4 أطنان عبوات منتج نهائي غير مطابقة للمواصفات وعليها أسماء وعلامات تجارية وهمية. كما تمكنت من ضبط مالك مخبز بلدي بالشرقية لاستيلائه على 16 طن و700 كيلوغرام من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء. وفي الإسكندرية وبني سويف تم ضبط طن و675 كيلوغرام من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق. وفي عدد من محافظات الجمهورية تم ضبط عدد 46 قضية تلاعب باسطوانات البوتاجاز بعدد 2776 اسطوانة بهدف الاحتكار ومن ثم بيعها في السوق السوداء. أحمد نبيل، التلفزيون المصري. تواصل المراكز الطبية المنوطة بعملية المسح الطبي للاكتشاف المبكر للأورام ومرض السكر والضغط والسمنة عملها خلال المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة. وفي محافظة القليوبية شهدت لجان الفحص الطبي إقبالا متزايدا من المواطنين. أكثر من 600,000 سيدة تم عمل المسح الطبي لهم للاكتشاف المبكر لأورام الثدي والضغط والسكر والسمنة وفقا لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة. محافظة القليوبية واحدة من المحافظات التسع بالمرحلة الأولى للمبادرة التي تصدرت المشهد بإقبال السيدات الذي وصل إلى 111,000 سيدة. تم إحالة 10,000 منهم للتقييم المبدئي والتعامل مع الحالات المصابة بالمراكز العلاجية المنوطة حال ثبوت المرض بها. بنستهدف 1,600,000 مواطنة مصرية على أرض محافظة القليوبية من خلال 169 موقع بالوحدات الصحية وبعض المستشفيات في مدينة شبرا عشان عدد السكان المتزايد داخل مدينة شبرا. بنقول إحنا مدربين أكثر من 190 طبيبة، فريق العمل كله سيدات. في فئة بيتم التوعية، فئة أخرى بيتم توقيع الكشف عليها عشان نشوف عوامل خطورة ولا لأ، والفئة الثالثة اللي هي بيتم الكشف عليها والتوعية بالكشف إنها الست إزاي تعمل عملية الفحص الذاتي لنفسها. لجان المسح لا يقتصر دورها على عمل المسح الطبي بل تقديم المشورة والتوعية بكيفية التعرف ذاتيا على المرض والاكتشاف المبكر له. السن اللي هو من 18-24 سنة بيجي بنعمل له توعية بنشوفهم، إلا لو كان عندهم حالات باست هيستوري عندهم قبل كده في الأسرة حاجة زي كده، إن هو يكون عندهم أي عرض من سرطان الثدي أو غيره بنبتدي نكشف عليه ونحوله. تم فحص حتى الآن على مستوى مركز القناطر حوالي 19,000 منهم 2,000 تم إحالتهم لمراكز الأورام المختلفة على مستوى القليوبية. طبعا الحملة مش هدفها فقط ان احنا نعالج او نكتشف فقط، لا، في توعية للناس. انطباعات إيجابية انتابت السيدات كافة خلال مرحلة الفحص الطبي لما قدم لهم من خدمات تشخيصية وتثقيفية طوال المبادرة. اللي معايا فلوس واللي معايش بتطمن على صحتها وبتطمن على مستقبلها ومستقبل ولادها وكل حاجة. كويس زي علاج الفيروس كده، لا قدر الله احنا ما كناش نعرف عنه حاجة، كويس ان هو طلعه لنا ونطمن على نفسنا، سواء اللي عندها او اللي ما عندهاش اطمنت على نفسها. جيت كشفت هنا وقالوا لي افحصي نفسك، وقعدوا يقولوا لي على نصائح يعني ان انا اتعلمها اعمل كذا، يعني في كل شهر اعمل حاجات يعني اطمن على نفسي. والله حلو قوي جدا ان الانسان بيطمن على نفسه. في ناس ما معاش مقدرة ان هي تكشف ولا تعمل، بيجي لها كشف هو ببلاش، بتحلل بتكشف بتعمل اشعة الثدي، كاتب لي مرات ابني هتروح تعملها، فبصراحة كل ده ببلاش. وعي السيدات
وثقتهم الكاملة فيما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية للاكتشاف المبكر لأورام الثدي وفقا لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة، ومن عكس بشكل إيجابي من خلال إقبالهم المتزايد على لجان الحملة، بما يؤكد نجاح المبادرة ووصولها إلى الهدف المنشود. محمد حلمي، النيل. دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال أوغلو وزعيم المعارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحسين سياساته الخارجية ومنها التخلي عن جماعة الإخوان الإرهابية، حيث إن مصلحة تركيا فوق كل شيء. كما دعا أوغلو إلى التصالح مع مصر مشددا على ضرورة ألا يوجد صراع لتركيا مع أي دولة، مع أهمية وجود سفير لتركيا في مصر. عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم جلسة محادثات مع نظيره الفنلندي الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة. بحث الجانبان العلاقات المصرية الفنلندية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. يذكر أن فنلندا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مع وزير خارجية فنلندا آخر تطورات المفاوضات القائمة بين الأطراف السودانية للاتفاق على ترتيبات عملية الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك في المنطقة. واطلع أبو الغيط وأطلع أبو الغيط الوزير الفنلندي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أطلعه على مجمل الجهود التي تطلع بها الجامعة العربية من أجل مساندة السودان في هذه المرحلة الدقيقة الذي يمر بها، إضافة إلى التوصل إلى توافق وطني يفضي إلى اتفاق على ترتيبات الانتقال السلمي للسلطة داخل السودان. سلمت قوى الحرية والتغيير في السودان فريق الوساطة الأفريقية تحفظاتها على بعض بنود مسودة الإعلان الدستورية، ومن بينها منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي وتبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى المجلس السيادي منفردا. جاء ذلك قبل ساعة من الاجتماع الذي سيعقد أو سيعقده المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير سيعقد اجتماعا لمناقشة المسودة النهائية للإعلان الدستوري. تواصل الوساطة الإفريقية جهودها لعقد الاجتماع المرتقب اليوم في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير لمناقشة الوثيقة الدستورية لإدارة المرحلة الانتقالية، وسط حديث عن خلاف بين الجانبين وخلافات بين مكونات قوى التغيير نفسها، لا سيما بعد إعلان الحزب الشيوعي رسميا رفضه للاتفاق الانتقالي. يبلغ عدد التنظيمات السياسية والمدنية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير الإطار الجامع للحراك الشعبي 84 تنظيما وكيانا، لكن المكونات التي تقود التفاوض ولها حق التعديل في مسودة الاتفاق هي تلك التي أسست الإعلان وقادت الاحتجاجات الشعبية. ويرى مراقبون لمسار التفاوض أن بعض مكونات قوى التغيير تميل إلى التصعيد والضغط على المجلس، لافتين إلى أن الحزب الشيوعي يرفض مشاركة الأعضاء الحاليين في المجلس العسكري في أي مستوى من مستويات الحكم في الفترة الانتقالية، في حين تتخذ مكونات أخرى مواقف سياسية تتماشى مع التغيرات في مواقف المجلس العسكري. لكن بحسب ما رشح من المفاوضات بين الجانبين، فإن الحصانات القانونية التي سيتمتع بها أعضاء مجلس السيادة وهو أحد أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية هي إحدى نقاط الخلاف بين هؤلاء وبين المجلس العسكري. وقالت مصادر سودانية إن الوثيقة الدستورية أغفلت ما وصفته بأحقية قوى التغيير في تعيين رئيس الوزراء وتسمية أعضاء حكومته وشغل 67% من مقاعد المجلس التشريعي خلال مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات، معتبرين أن تجاهل هكذا نص يجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. في ظل هذه الملابسات، فإن جولة تفاوض الثلاثاء مفتوحة أمام خيارات متعددة تتراوح بين التوافق حول المسودة وطرحها للمصادقة النهائية، أو العودة إلى مربع التفاوض الأول لتثبيت أحقية قوى التغيير في صياغة هياكل الحكم في الفترة الانتقالية. وسمت مخاوف من أن ترفع قوى التغيير سقف مطالبها بما يتجاوز الاتفاقات السابقة،
الأمر الذي قد يدفع العسكريين إلى رفضها، ما يعني انهيار المفاوضات. وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين. من جانبه اعتبر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وموفده إلى السودان نيكولاس هايسم أن الحكم المدني يحتاج إلى حماية من الجيش، مؤكدا أن المنظمة الدولية تضع ثقلها وراء مبادرة الاتحاد الإفريقي الساعية إلى نقل الصلاحيات من المجلس العسكري الانتقالي إلى سلطة مدنية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك تقدما كبيرا تحقق مع إيران، كاشفا عن أن هناك رغبة في مساعدة إيران والعمل معها دون تغيير النظام فيها. ترامب طلب طهران بالخارج من اليمن، ومن جانبه أيضا أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن إيران أكدت استعدادها للتفاوض حول برنامجها الصاروخي. أكد المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا ثبات موقف بلاده من أن أي تصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد. يأتي هذا ردا على تحذيرات آية الله علي خامنئي الزعيم الأعلى لإيران، والتي توعد فيها بالرد على احتجاز بريطانيا لناقضة نفط إيرانية في بحر جبل طارق ومواصلة تخليص التزامات إيران بالاتفاق النووي. تتصاعد الأزمة ويتزايد الاشتباك الدبلوماسي بين إيران والدول الغربية حول تطبيق الاتفاق النووي، والمطالب الأمريكية لإعادة التفاوض حوله في وقت يمارس الغرب ضغوطا متعددة المستويات على طهران التي ترد بتحذيرات شديدة اللهجة والإعلان عن عدم الالتزام بالاتفاق. ففي إطار الرد على التحركات الغربية، حذر آية الله علي خامنئي الزعيم الأعلى لإيران أن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي ما لم يلتزم الأوروبيون بتعهداتهم. أنتم وقحون، كان لديكم 11 التزاما ولم تنفذوا منها شيئا، لماذا تطالبوننا بتنفيذ التزاماتنا؟ الآن بدأنا للتو خفض التزاماتنا، هذه العملية سوف تستمر بالقطع. كما تطرق خامنئي إلى قيام بريطانيا باحتجاز سفينة بترول إيرانية عند باب المندب، متعهدا بالرد على هذا التحرك وصفا مصادرة السفينة بالقرصنة. كان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قد صرح السبت الماضي أن بلاده ستسهل عملية الإفراج عن الناقلة إذا قدمت إيران ضمانات بأنها لن تخرق العقوبات الأوروبية على شحنات النفط إلى سوريا. الضغوط الغربية والردود الإيرانية جاءت بشدة أيضا على المستوى الدبلوماسي، حيث فرضت الولايات المتحدة قيودا على حركة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف خلال وجوده في واشنطن للمشاركة في اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة. الأمر استدعى تدخل الأمم المتحدة التي عبرت للولايات المتحدة عن قلقها بشأن القيود المشددة على حركة ظريف، والذي حذر من جانبه أن الولايات المتحدة تلعب بالنار، وذلك بعدما هددت بوضع اسمه على قائمة العقوبات. وكانت إيران قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3.67% التي ينص عليها الاتفاق، وتجاوزت سقف الإنتاج البالغ 300 كيلوغرام لاحتياطي اليورانيوم المخصب. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقات الولايات المتحدة مع تركيا جيدة جدا رغم معارضة بلاده لقرار تركيا شراء صواريخ S-400 روسية. واعتبر ترامب وضع تركيا غير عادل لأنها أرادت شراء صواريخ باتريوت والولايات المتحدة لم تبعها لها. So what happens is we have a situation where Turkey is very good with us, very good, and we are now telling Turkey. تركيا موقفها جيد جدا معنا، وأخبرناها أننا لن نبيعها طائرات F-35 المقاتلة لأنها اشترت نظاما صاروخيا آخر، إنه موقف صعب جدا وجدنا أنفسنا فيه. لقد أرادوا شراء صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة ولن نبيعها لهم. لقد أبرموا صفقة مع دولة أخرى هي روسيا، ثم طلبوا فجأة شراء صواريخ باتريوت، ولأنهم اشتروا نظام الصواريخ الروسي فلن نبيعهم طائرات قيمتها مليارات الدولارات، إنه موقف ليس عادلا. أعلنت أنقرة أنها سترسل سفينة رابعة لاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، عقب تأكيدها أن العقوبات الأوروبية لن تؤثر بأي طريقة على الأنشطة التركية في هذه المنطقة.
كان الاتحاد الأوروبي قد أقر سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها لأعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه القبرصية. في تحد واضح لأوروبا، أعلنت تركيا عزمها زيادة أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة. العقوبات التي جاءت بعد تحذيرات متكررة من الاتحاد الأوروبي وواشنطن بوقف أعمال التنقيب عن الغاز والنفط قبالة قبرص، وتجاهل تركي صارخ لها شملت خفض الاتصالات والتمويل لأنقرة، خطوة يبدو أنها لم تزحزح الجانب التركي عن موقف المتعنت، ليخرج وزير خارجيتها تشاويش أغلو بلهجة متصاعدة معلنا أنه لا حاجة للتعامل بجدية شديدة مع قرارات الاتحاد الأوروبي. وزيادة في التحدي، أكد أغلو أن أنقرة قد أرسلت بالفعل 3 سفن للتنقيب عن الطاقة وأن السفينة الرابعة في طريقها إلى الشرق المتوسط. وأثار اكتشاف كميات كبيرة من احتياطي الغاز في الشرق المتوسط سباقا للتنقيب عن الموارد تحت الماء ونزاعا بين قبرص الأوروبية وتركيا الساعية منذ أمد إلى أن تكون أوروبية. ورغم التوتر الأوروبي التركي إلا أن المحللين يرون أن أنقرة لا تزال مهمة لأوروبا. رغم كل ذلك ستظل تركيا شريكا مهم للاتحاد الأوروبي، لذا من المهم للغاية عدم التقليل من الأمور خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية. ولذلك لن أتفاجأ إذا ظهر الآن من جديد اتفاق الهجرة التركي الأوروبي من الجانب التركي. إذن هي لغة السياسة والمصالح، تتحدث حينا وتسكت آخر لكسب مواقف وإبعاد أخطار. هكذا الموقف بين أوروبا وشركتها تركيا، فأنقرة تمتلك بوابة عبور للأراضي الأوروبية تفزع أوروبا من فتحها، والأطراف كافة تعي ما لها وما عليها. فهل يستحق الغاز القبرصي أن تخسر تركيا نصفها الأوروبي؟ أم تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة تحمل مسؤولية مهاجرين على أراضيها؟ أم ستجد السياسة أطروحات أخرى؟ خطف مسلحون 10 بحارة أتراك من طاقم سفينة شحن ترفع العلم التركي مساء الاثنين قبالة سواحل نيجيريا. من أصل 18 بحارا كانوا على متن السفينة لدى وقوع الهجوم. وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا إن السلطات التركية تتابع الملف عن كثب دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكانت السفينة تبحر دون حمولة بين دول في الكاميرون وأبيجان بين دولة في الكاميرون وأبيجان في كوت ديفوار عندما هاجمها القراصنة قبالة سواحل نيجيريا. نشرتنا مستمرة مع حضراتكم ونتابع فيها بعد قليل انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية بأكثرية ضئيلة رئيسة للمفوضية الأوروبية. التفاصيل بعد قليل. والآن مشاهدينا نتابع مع حضراتكم أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد والمال والأعمال مع حسام الدين عاطف. تفضل حسام. شكرا لك تامر وشكرا لك إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. البنك الدولي يعلن أن معدل النمو في مصر يشهد تحولا من الاستهلاك إلى الاستثمار بالإضافة إلى زيادة صافي الصادرات. أهلا بكم من جديد. قال البنك الدولي إن محركات نمو الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة التي شهدت العديد من الإصلاحات الهيكلية تشهد تحولا من الاستهلاك إلى الاستثمار والاعتماد على زيادة صافي الصادرات، وخاصة من الاكتشافات الأخيرة لآبار الغاز الطبيعي، وكذلك ارتفاع عائدات قناة السويس لأعلى مستوياتها منذ العام المالي المنتهي في يونيو 2010. وأطلق البنك الدولي اليوم نسخة جديدة من تقريره الدوري مرصد الاقتصاد المصري، والذي ينظر فيه لتطور القدرة التنافسية للاقتصاد وأداء قطاع الصادرات. وأكد التقرير الذي صدر تحت عنوان من التعويم إلى الازدهار، قال إن مؤشرات الاقتصاد الكلي تفاعلت بشكل إيجابي مع برنامج الإصلاح، مشيرا إلى ارتفاع النمو من نسبة 4.2% إلى 5.3% العام المالي الماضي.
قال نائب رئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية ميرون بريليانت إن مصر أصبحت محط أنظار الشركات الأمريكية الساعية لتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل ما أثمر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلق بيئة مواتية للأعمال والاستثمار. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، الذي أوضح أن هناك عدة مجالات يمكن تعزيز التعاون من خلالها، منها مجال الطاقة والصحة بالإضافة إلى التحول الرقمي. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أيضا مع رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية للمواد الغذائية، الذي أكد أن ثقته في مناخ الاستثمار وفيما تمتلكه مصر من فرص ليس لها حدود، مضيفا أن شركته تعتزم التوسع لإقامة مشروعات جديدة في مصر، ومنها مشروع إنشاء محطة للحبوب في ميناء دمياط بطاقة تخزينية غير مسبوقة من قبل، فضلا عن مشروع لتطوير النقل النهري في فرع دمياط. وأشار الغرير إلى قيام الشركة بحفر 80 بئر مياه جوفية، ويجري حفر 200 بئر أخرى، كما أن الشركة مستعدة لزيادة مساحة الرقعة التي ستقوم باستصلاحها واستزراعها في مصر. ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك خلال إبريل الماضي بنحو 15 مليار جنيه، ليبلغ 1,858 مليار جنيه مقابل 1,883 مليار جنيه في مارس السابق عليه. وذكر تقرير أصدره البنك المركزي المصري أن ودائع العملاء بالجهاز المصرفي ارتفعت في نهاية إبريل الماضي بنحو المليار جنيه، لتسجل 3,931 مليار جنيه مقابل 3,930 مليار جنيه في مارس السابق عليه. البورصة المصرية التي تبان أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية على أسهم الشركات الكبرى والقيادية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 1.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 729.4 مليارا، وسط تداولات بلغت بنحو 913 مليون جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق جي اك 30 بنسبة 69%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة 1.29%. انطلقت فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني لمدن القناة، والذي بدأت فعالياته من محافظة بورسعيد، ويهدف هذا الأسبوع من التعليم الفني والتدريب المهني إلى إلقاء الضوء على تطوير منظومة التعليم الفني في مصر. التعليم الفني هو بوابة تنمية مصر وتطوير أوضاعها الصناعية والزراعية والتجارية، وفي إطار اهتمام الدولة لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، انطلقت فعاليات أسبوع التعليم الفني بمدن القناة. في البرنامج بنعمل على تطوير المناهج الدراسية كلها للقطاع السياحي، بنعتمد على تطوير بأسلوب الجدارات، هو الأسلوب المتبع حاليا في كل دول العالم المتقدمة التي تشهد نهضة حقيقية في التعليم الفني. فأسلوب الجدارات بيعتمد على أن نسبة التعلم العملي البراكتيكال، الحاجة اللي بيشتغلها الطالب بإيديه، هي نسبة 80% من التعليم. تحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني في مجالات الفندقية والسياحية للربط بين مخرجات التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل في تلك المجالات. المعهد بيضم 5 برامج تعليمية: برنامج السياحة، برنامج المضيفين، برنامج المطبخ، برنامج الإشراف الداخلي، برنامج المطاعم.
خمس برامج دراسية بتؤهل الطالب للالتحاق بسوق العمل في مختلف وشتى المجالات السياحية والفندقية. في تدريب في القطاع الفندقي بالنسبة مختص القطاع الفني، واحنا استفدنا بيه برضو بالنسبة بقى في مورد بشري استفدنا بيه في القطاع، تمام اوكي. وكذلك احنا برضو بنطور التدريب، واكيد هيثقل برضو مع الخبرة والتوجيهات اللي احنا بنقدمها للناس اللي لسه بتشتغل جديد في القطاع السياحي. يعني تنمية مهارات الطلاب بالتعليم الفني وتدريبهم على السلوك المهني والأخلاقي لإكسابهم الخبرات العملية والعلمية المطلوبة والكافية. اشتغلت هنا في المطابخ هنا وفي المنصورة، وتعلمت من شيفات كذا شيف هم دربونا هنا، ونفذنا أكل كتير اللي هو زي كفتة داود باشا وسلطات وأكل كتير. تجربة حلوة يعني وممتعة، الواحد حابب التجربة ان هو يجرب شيء. نيجي بندعم الطلاب، بنديلهم كل أسس الطبخ وكل الهسب لأي حاجة ليها علاقة بالهسب الصح، بنقول لهم ايه الأسس وايه الأساسيات اللي يمشوا عليها علشان اما يبتدوا يخرجوا لسوق العمل تدريجيا في خلال سنة او سنتين سوق العمل فعلا يختلف ونبقى لنا كل أهمية عن برا والناس هي اللي تيجي تتعلم عندنا. ويعمل برنامج تطوير التعليم الفني وفقا لاستراتيجية خاصة لتطوير الموارد البشرية وتحديث المناهج والمدارس السياحية ودعم المعلمين لتقديم عمالة فنية فائقة المهارة. بداية جديدة للتعليم الفني في مصر بدعمه وتطويره والارتقاء بجودة منظومته. المعهد العالي للفندقة والسياحة بمحافظة بورسعيد نموذج يحتذى به لتخريج طلاب مؤهلين لاختراق سوق العمل في القطاعات الفندقية والسياحة. أحمد سعد الدين النيل. إلى تركيا، حيث سجلت السلطات هناك عجزا في الميزانية بلغت قيمته 12.5 مليار ليرة تركي، أي ما يوازي 2.1 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي. وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن الميزانية سجلت عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة مع 46.1 مليار ليرة في نفس الفترة من 2018. هذا وتتوقع الحكومة عجزا قدره 86.6 مليار ليرة مع نهاية 2019. قال وزير المالية الألماني أولاف تشولتز إنه يتعين على الهيئات التنظيمية ضمان ألا تهدد العملات الرقمية الاستقرار المالية وخصوصية المستهلكين، وذلك في إشارة إلى اعتزام فيسبوك طرح عملة تحت مسمى ليبرا. وأضاف وزير المالية الألماني أن إصدار العملة يجب ألا يكون بيد شركة، خاصة كونه عنصرا أساسيا لسيادة الدولة، مشيرا إلى أن اليورو ما زال الوسيلة الوحيدة للمدفوعات في منطقة اليورو. وتابع الوزير الألماني أن بلاده تنسق جهودها دوليا مع حلفائها لضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين وسد أي ثغرات قد تسمح بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية، وعودة للزملاء تامر وإيمان، تفضل. شكرا لك حسام. انتخب البرلمان الأوروبي الألمانية أورسولا فوندرلاين رئيسة للمفوضية الأوروبية. وجاء انتخاب لاين التي ستخلف جون كلود يونكر بأكثرية ضئيلة. وقبيل التصويت أبدت لاين في خطاب ألقته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ استعددها حال انتخابها لتمديد جديد لموعد الخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا طلبت لندن ذلك لضمان انسحاب منظم من التكتل الأوروبي. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة أن يكون عنصريا، وأكد أن تغريداته التي استهدفت 4 نائبات ديمقراطيات غير عنصرية داعيا نواب حزبه إلى عدم الوقوع في الفخ الذي سيضعه فيه خصومه الديمقراطيون. وأعلنت النائبات الديمقراطيات في الكونغرس الأمريكي اللواتي استهدفن ترامب بتعليقات اعتبرت عنصرية أن الرئيس يروج لما أسميناه بالقومية البيضاء وتعهدن بالرد. كان ترامب قد كثف هجماته خلال فعالية في البيت الأبيض على 4 نائبات ديمقراطيات تقدميات، معتبرا أنه إذا كنا غير مسرورات في الولايات المتحدة
فيمكنهن المغادرة، متهما إياهن بمحبة أعداء أمريكا. وعقب تصريحات ترامب، عقدت النائبات الديمقراطيات مؤتمرا صحفيا للرد على ترامب، وأكدوا أنه لن يتم إسكاتهم، مطالبين بمحاسبته. أدت حكومة يقودها القائد السابق في الجيش برايتون تشان أوتشا اليمين الدستورية أمام ملك تايلاند اليوم، وتعهد برايتون هو وحوالي 35 وزيرا في الحكومة الجديدة بالولاء للملك وإدارة البلاد كديمقراطية عادية بعد 5 سنوات من الحكم العسكري. وقال برايت القائد السابق للمجلس العسكري إن استيلاءه على السلطة في عام 2014 كان ضروريا لإعادة النظام بعد احتجاجات في الشوارع واشتباكات عنيفة استمرت 6 أشهر، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد الانتخابات التي جرت في 24 مارس. بقونا مع حضراتكم ونتابع في هذه القراءة الإخبارية بعد حين. عودة السياحة المحلية في محافظة دخوك العراقية رغم الغارات التركية المتكررة على معاقل حزب العمال الكردستاني بالمحافظة. أرجو أن تبقوا معنا. يتوافد سائحون عراقيون على محافظة دهوك هربا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتميز هذه المنطقة بطقس بارد، وتعد السياحة فيها أحد روافد اقتصاد الدولة العراقية لما تحويه من ينابيع وشلالات ومساجد أثرية، إضافة إلى أضرحة ومراقد دينية. إلى دهوك المزيد في هذا التقرير يا تامر، مزيد مع مشاهدينا نتعرف عليها عن دهوك. السياحة أحد روافد اقتصاد العراق، وتضم أرض العراق أراضي خصبة ومصادر للمياه العذبة ونهري دجلة والفرات وغيرهما من المصادر، خاصة في مناطق الشمال حيث تكثر الينابيع والشلالات. كذلك تحتوي العراق على عدد من المساجد الأثرية والأضرحة والمراقد الدينية، وتعد محافظة دهوك من أبرز المنتجعات السياحية الصيفية الأكثر شهرة في العراق، حيث تستمتع بطقس بارد ويلجأ إليها الكثير من السائحين ليهربوا من حر الصيف. غير أن الغارات التركية المتوالية على مواقع حزب العمال الكردستاني في جوار المنطقة وقرب الحدود التركية أدى إلى تراجع أعداد الزوار بعد القصف، وبدأت للتو في العودة إلى ما كانت عليها. المنطقة شوي آمن، ما بيها قصف، بس أعرف المناطق الحدودية تكون أقرب للتوترات والمشاكل. احنا نتمنى انه كل المشاكل تزول وتصير المحبة في كل الدول، ما نريد يعني فشي ضرر لكل كل الناس، نتمنى المحبة والاخاء والبلد يصير بخير مثل قبل واحسن. ومع ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة العراقية لاكثر من 40 درجة مئوية والسلام الهش قرب الحدود، يسعى الكثيرون للتوجه الى الشمال للحصول على بعض الراحة والاستجمام. وتتميز محافظة دهوك بالمعالم التاريخية، ومن أبرز معالمها قلعة العمادية، وهي تعتبر من القلع الحصينة التي لعبت دورا بارزا في تاريخ العراق، وسميت بقلعة العمادية نسبة إلى مؤسسها عماد الدين الزنكي الذي بناها في سنة 537 هجريا. وتقع العمادية أقصى شمال العراق، وهي منطقة جبلية ودرجات حرارتها الأكثر اعتدالا في البلاد خلال شهور الصيف. عرضت اليوم في متحف الجو والفضاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن البذة الفضائية التي ارتداها رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ وهو يخطو أولى خطواته على سطح القمر. البذة الفضائية ظهرت محتفظة بحالتها بعد أن كانت بعيدة عن الأنظار وبحاجة إلى إصلاح قبل أن يتم إزاحة الستار عنها من قبل كل من مارك بنس نائب الرئيس الأمريكي وجيم برايدستون رئيس وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا وريك ابن أرمسترونغ. يأتي هذا بمناسبة احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 50 لهبوط أول إنسان على سطح القمر، حيث دعت وكالة ناسا رواد فضاء السفينة أبولو 11 إلى مجمع الإطلاق 39 في مركز كندي للفضاء
وهو المكان الذي انطلقوا منه نحو القمر قبل 50 عاما. ويعد هذا التجمع الخاص إدانا بانطلاق 8 أيام من الاحتفالات باليوبيل الذهبي لرحلة أبولو 11. وكان نيل أرمسترونغ قد توفي في العام 2012. وهذه نقطة ختام نوعا ما. نذكر بأهم ما كان معنا من أنباء. السيسي يشهد حفل تخريج الدفعة رقم 157 من طلاب معهد ضباط الصف المعلمين. اجتماع اليوم بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير للتفاوض بشأن مسودة الإعلان الدستورية. رغم تعهد خامنئي بتقليص التزام طهران بالاتفاق النووي، ترامب يتحدث عن إحراز تقدم مع إيران. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الشاملة، أتتكم من أنيل. نلتقي إخباريا بعد قليل إن شاء الله.